يا رب تكونوا كويسين. تحدثكم من قلب الحدوتة سندس سندوسة. النهاردة هنقول حدوتة، بس قبل ما نقول خلينا نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. كان يا مكان كان فيه كتكوت صغنن، بس كان شقي قوي وما كانش بيسمع الكلام، وكان دايما بيتخانق مع اخواته وشايف نفسه كبير زيهم وعايز يخرج من البيت لوحده. قامت مامته قالت له اوعى يا كتكوت تخرج من البيت لوحدك، عشان الحيوانات والطيور الكبيرة ممكن تأذيك والثعلب المكار ممكن ياكلك. الكتكوت قال لمامته حاضر يا ماما، انا مش هخرج لوحدي ابدا وهسمع كلامك. بس هو كان بيفكر مع نفسه وبيقول انا هستنى لما ماما تكون مشغولة وهخرج لوحدي، انا لازم اثبت لها اني كبير زي اخواتي واقدر اعتمد على نفسي. وفعلا خرج الكتكوت من البيت لوحده وفضل يتمشى في الطريق، وهو ماشي قابل وزة كبيرة. قامت الوزة قالت له وهي بتزعق، انت ايه اللي خرجك من البيت يا كتكوت؟ ايه اللي خلاك تمشي لوحدك؟ انت مش عارف ان الثعلب المكار ممكن ياكلك؟ قام رد عليها وقال لها انا مش خايف منك ولا من الثعلب المكار ده، يعني هيعمل ايه؟ انا كبير وهو مش هيعرف يعمل لي حاجة. قامت الوزة قالت له روح يا كتكوت وإلا هتندم. راح سايبها وماشي وفضل يلعب ويتمشى في الطريق لوحده. قابل بعد كده الكلب، فالكلب زعق له وقال له انت ايه اللي خرجك من البيت لوحدك يا كتكوت؟ ايه اللي بيمشيك في الطريق لوحدك؟ روح يا كتكوت. فرد الكتكوت عليه وقال له ملكش دعوة، أنا كبير ومش خايف منك ولا من الوزة ولا من أي حاجة تانية ولا حتى من الثعلب المكار. وساب الكلب ومشي. وبعد كده قابل الحمار وقابل الجمل وباقي الحيوانات التانية، وكلهم قالوا له نفس الكلام، لكن هو كان مغرور ومش بيسمع كلام حد. وفجأة وهو بيتمشى شاف الثعلب المكار، فالثعلب قال له انت ماشي لوحدك ليه يا كتكوت يا صغنن؟ رد الكتكوت وقال له انا مش صغنن، انا كبير ومش خايف منك. فالثعلب قال له ماشي وانا بقى هاكلك كلك على بعضك كده. فالكتكوت قال له هتاكلني يا ماما، وفضل يجري 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 والثعلب يجري وراه، لحد ما الكتكوت الصغنن تعب ووقع على الأرض من كتر التعب ومعادش قادر يجري، ولسه الثعلب هياخده علشان ياكله. قامت الحيوانات التانية جت وساعدته وحاولوا ينقذوه، وفعلا أنقذوه من الثعلب المكار قبل ما ياكله، وأخدوه البيت عند مامته. وأول ما الكتكوت وصل البيت وشاف مامته فضل يعيط ويقول لها سامحيني يا ماما، أنا آسف، أنا مش هعمل كده تاني، أنا هسمع كلامك بعد كده. ردت مامته وقالت له أنا مسامحك يا كتكوت يا صغنن، بس توعدني إنك تسمع الكلام. قال لها حاضر يا ماما، حاضر أنا هسمع كلامك، بس المرة دي كان بيقول أنا هسمع كلام ماما بجد وعمري ما هزعلها تاني أبدا. وتوتا توتا خلصت الحدوتة، أتمنى تقولولي كانت حلوة ولا ملتوتة. باي باي.